انتصارا للأقصى والمقدسات وتمسكا بالقضايا المركزية للأمة، ورفضا للإرهاب الصهيوني في القدس وفلسطين المحتلة، ورفضا للاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا. تدعوكم الحركة الإسلامية والقوى الوطنية والشعبية والعشائرية والحراكات الشبابية والشعبية للمسيرة المركزية الحاشدة القدس هي العنوان، وذلك يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري بعد صلاة الجمعة انطلاقا من المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل.